التقى فريق نادي الريسينج اللبناني لكرة القدم على ملعب ساحة الكشافة في بغداد هذا الموسم بفريق النادي الآثوري. الحكم فهمي القيمقجي بين رئيسي الفريقين قبل أن يعلن عن بدء المباراة، وابتدأ اللعب. الكرة عند الضيوف، يقطعها يورا، يناولها إلى عمو بابا، عمو بابا ينزل بها ويقترب من الهدف ويصور، فيتصدى لها حامي الهدف. يحاول جليل شهاب أخذ الكرة، يضربها عالي، يتسلمها منه الفريق اللبناني، فيندفع خط الهجوم اللبناني إلى هدف النادي الآثوري. وليم شمشن يضربها كورنر، كورنر للفريق اللبناني. فرغ الهدف من حاميه وبدأ لأول وهلة بأنها إصابة محققة، ولكن حمزة قاسم استطاع أن ينقذ مرماه. يأخذها زي يأخذها زي ثانية، يعطيها إلى يورا، يأخذ الفريق اللبناني. يول يلعب، يول يعطيها إلى يورا، يورا يضربها عالي، أديسون يضربها برأسه، يول ثانية، يول يلعب ويصوب عاليا إلى أديسون، أديسون يأخذها ويضرب نحو الهدف. إصابة، إصابة تسلل محققة. حضر هذه المباراة الألوفية الهواة وانتهت بفوز النادي الآثوري بخمس إصابات ضد لا شيء.